كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير. خلاص أيام معدودة باتت بتفصلنا عن شهر رمضان المعظم. هيبدأ شهر رمضان فلكيا يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل. طبعا بيحرص الكثيرين من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خاصة خلال شهر رمضان. علشان كده اليوم السابع بيقدم لكل قرائه تفاصيل الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان المعظم لعام 2022. أول أيام أجازة في شهر رمضان هي أجازة عيد تحرير سيناء، واللي هتكون يوم الاثنين الموافق 25 من أبريل لعام 2022 والموافق 24 من شهر رمضان. بتليها إجازة شم النسيم، وهتكون يوم الاثنين الموافق 25 من أبريل عام 2022 والموافق 24 من شهر رمضان. أما بالنسبة لثالث أيام الإجازات في شهر رمضان المعظم وآخرهم، هيكون بمناسبة عيد العمال، هيكون تحديدا يوم الأحد الموافق 1 مايو لعام 2022 والموافق 30 رمضان. مرة تانية خليني أراجع على حضراتكم أيام الإجازات خلال شهر رمضان المعظم. أول يوم أجازة هيكون عيد تحرير سيناء، واللي هيكون تحديدا يوم الاثنين الموافق 25 من أبريل لعام 2022 والموافق 24 من شهر رمضان. بيليه إجازة شم النسيم، وهتكون يوم الاثنين الموافق 25 من أبريل عام 2022 والموافق 24 من شهر رمضان. ما بالنسبة لثالث يوم إجازة خلال شهر رمضان المعظم وآخرهم، هيكون بمناسبة عيد العمال، هيكون تحديدا يوم الأحد الموافق 1 مايو لعام 2022 والموافق 30 رمضان. طبعا ضروري نذكر حضراتكم أنه أي يوم إجازة يأتي في منتصف الأسبوع وفقا لقرار رئيس الوزراء هيرحل ليوم الخميس. مرة تانية كل عام وحضراتكم بألف خير. إحنا يعني في أيام شهر مباركة، شهر شعبان وشهر رمضان، ربنا يبارك لنا في هذه الأيام ويرزقنا إن شاء الله خيرها ويرزقنا الاجتهاد فيها. وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه التغطية، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.